أنا لي بصراحة شرف أن أشارك في هذا اللقاء التاريخي، لقاء الاعتراف. الأستاذ عباس الجريري رحمه الله كان كما يعلم الجميع رجل علم وثقافة ومعرفة، وما كيبخلش بالعلم ديالو والثقافة ديالو، ولكن كذلك كان رجل إنساني، رجل قيم الكرامة والإنصات والاحترام رأي الآخر. وأقول قيمة الكرامة الإنسانية كيفما كان الإنسان أينما كان، وكان لي شرف أن أتم درس صراحة على يديه في عدة محافل، وخاصة في جمعية طلبة الفتح للتنمية المستدامة اللي كان هو من المؤسسين، وكان رجل مواطن يحب الوطن ويحب ازدهار الوطن، وكنا كنستفدوا منه كثير كثقافي ولكن كذلك كمناضل جمعوي.